للمزيد من التوضيحات معنا عبر الهاتف من القدس مباشرة الأستاذ علي الأعور، أستاذ النزاعات الدولية وخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا سيدي الكريم. بداية، ما هي قراءتكم لهذا التحول في موقف حماس، وكيف سيؤثر ذلك على الهدنة المرتقبة؟ نعم، تحياتي لكم من القدس المحتلة، تحياتي إلى السادة المشاهدين. بالتأكيد تطور مهم جدا وتطور لافت أيضا في المفاوضات وفي سير أيضا الحرب على غزة، تطور موقف حركة حماس، بل أنا أعتقد أنه مرونة كبيرة جدا من حركة حماس، وحتى تنازل من حركة حماس عن شرط كان أساسي بالنسبة لها، وهو وقف عدم بدء المفاوضات إلا بوقف شامل للحرب وضمانات أمريكية وتعهد أمريكي وتعهد إسرائيلي بخط مكتوب. حركة حماس تتنازل عن هذا الشرط من أجل استمرار المفاوضات، ولكن أنا بتقديري أن حركة حماس بدأت تقرأ المشهد الفلسطيني بشكل جيد، بمعنى أن هناك تدمير كامل لقطاع غزة، العشرات من الشهداء يوميا واستمرار المذابح والمجازر، وبالتالي لا يحق لحركة حماس ولا يمكن أن تستمر بشرطها من أجل حرق غزة وتدميرها والشهداء. ولكن بكل تأكيد حركة حماس استجابت للوسطاء المصريين والقطريين وأكدوا طالما المفاوضات مستمرة حول الأسرى في المرحلة الأولى والثانية سيكون هناك وقف في القتال. مهما يكون هذا تطور مهم من حركة حماس وتطور لافت من أجل البدء بالمفاوضات، ولكن يبقى السؤال المهم، هل نتنياهو أمام صفقة تبادل أسرى؟ هل نتنياهو يدعم صفقة تبادل أسرى؟ أم أن نتنياهو يراوغ ويكسب من الوقت؟ هل نتنياهو الآن يسجل نوع من ربما المراوغة والخداع والمناورة السياسية من أجل كسب الوقت؟ هذا سؤال مركزي، هل نتنياهو يؤيد صفقة تبادل أسرى؟ وبالتالي نحن أمام معضلة، أمام مشكلة كبيرة جدا هي نتنياهو. كيف يؤثر الجمهور الإسرائيلي على نتنياهو؟ كيف يؤثر الجيش الإسرائيلي على نتنياهو من أجل صفقة تبادل أسرى؟ أنا في هذا السياق، في هذا السياق أستاذ علي، الوسطاء من مختلف الأطراف اعتبروا أن هذه نقطة إيجابية، فيما وجهوا انتقادات شديدة لنتنياهو متهمينه بوضع شروط صعبة وتعجيزية للتفاوض. برأيك كيف تتوقعون يعني مصير المفاوضات المقبلة بالدوحة في ظل هذه المراوغة التي يقودها نتنياهو؟ أخي الكريم والسادة المشاهدين، نتنياهو لا يريد صفقة تبادل أسرى، هذا بقراءة متأنية، قراءة موضوعية للمشهد. نتنياهو أرسل رئيس الشباك روننبار إلى القاهرة، وأرسل الرئيس المساعد ديفيد برنياع إلى قطر إلى الدوحة، لماذا يرسلهم ويضع شروط جديدة؟ اليوم نتنياهو وضع ثلاثة شروط جديدة، حتى مسؤول أمني إسرائيلي كبير قال لا يمكن أن تستمر المفاوضات ونتنياهو يضع شروط جديدة، لأن المتفق عليه أمام الوسطاء هي الخطوط العريضة لمقترح بايدن الذي هو بالأساس مقترح نتنياهو. يعني نتنياهو كتب بإيده مقترح بايدن ووقع عليه وأرسله، الآن نتنياهو يتنصل من اتفاق نتنياهو، يتنصل من مقترح نتنياهو، وبالتالي أنا بتقديري نتنياهو ليس جاد في صفقة تبادل أسرى. أنا متأكد عبر قناتكم الموقرة، أدعو الوسطاء إلى التأكد مرة أخرى لأن نتنياهو عندما يكون مستعد لصفقة تبادل أسرى ربما تجري المفاوضات. لا يمكن أن تجري المفاوضات ونتنياهو يضع شروط جديدة. من يضع شروط جديدة هذا يعني أنه لا يريد صفقة تبادل أسرى. يا جماعة، نتنياهو لم يعد يهتم بقضية الأسرى الإسرائيليين، لم تعد قضية الأسرى أولوية لدى نتنياهو. شو يعني 120 أسير إسرائيلي؟ لم يهتم بهم نتنياهو ولا بن جبير ولا سموتريتش. نتنياهو لديه أهداف أكبر بكثير من الأسرى، استمرار رئيس حكومة إسرائيل، حفاظا على مصالحه الشخصية، حفاظا على نفسه من المحاكمات واستمراره في الحكم. كل هذه مصالح شخصية لنتنياهو أهم من الأسرى الإسرائيليين. أما سموتريتش وبن جبير فينفذوا سياسة تعزيز الاستيطان، تحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات. بن جبير يعمل على تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وبالتالي
قضية الأسرى الإسرائيليين لم تعد تهم نتنياهو ولم تعد على رأس أولويات نتنياهو، وأصبح مكشوف للشارع الإسرائيلي. ماذا عن المظاهرات؟ ماذا عن الشارع الإسرائيلي؟ غير مؤثر، ولم تؤثر المظاهرات على نتنياهو لسبب بسيط، أن نتنياهو تمكن من تقسيم الشعب الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي إلى يمين ويسار، وانتصر نتنياهو في النهاية. 100,000 متظاهر، ولكن هناك في البيوت 2 مليون ضد الأسرى وضد خروجهم وضد صفقة تبادل الأسرى، يدعمون نتنياهو ويدعمون بن غفير ويدعمون سموتريتش. الأستاذ علي الأعور، أستاذ النزاعات الدولية وخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. كنتم معنا مباشرة من القدس.